السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه AI Home Design، بتدي له صورة لفراغ أو لغرفة وهو يبدأ إن هو يديك أكتر من ديزاين بالشكل دوت، تمام؟ يعني ده تصميم معين، فهو بيثبت الحوايط والأبواب والشبابيك ويبدأ إن هو يعدل الديكور. غرفة فاضية فيبدأ يقول لك التوزيع بتاعها، ممكن تكون غرفة متوزعة بشكل معين، مثلا انها غرفة نوم فهو يبدأ يخليها زي صالة استقبال مثلا. وهنا مثلا بيحول لك المنظر من منظر بالليل لمنظر بالصبح او العكس. ممكن يكون في بعض العناصر موجودة وانت عايز تحذفها، فيبدأ يحذف لك كل العناصر اللي انت مش عايزها. فهو في شوية امكانيات كويسة سواء كانتيريور ديزاين بالشكل دوت، في اكتر من ستايل فتقدر تختار الستايل اللي انت عايزه، في الوان كتيره، في ماتيريال كتيره فتقدر تقول له انا عايز ماتيريال معين. مجانا بيديك 6 نقاط لو انت مستخدم جديد. اللايت بيديك 20 نقطه، $10 في الشهر، يعني تقريبا نص الدولار للكريدت. اتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله.